صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يقول هل المراد بقوله قدرنا أي جعلناه عليكم وقدر، أم هو كما مر معنا وزعناه عليكم، أم هما جميعا صحيح؟ نعم، أن الله وزعه على الخلق، كل نفس ذائقة الموت. أما التقدير معروف أنه مقدر، ما يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره. نعم، صلى الله عليكم سماحة فهو الوالد. مقدر وموزع كلاهما. نعم.